التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. انت تعرف ان في ناس كتير جدا ما بتعرفش امتى تحرك السبابة في الصلاة وامتى تخليه ثابت؟ طيب قول لي على الصح بالله عليك. هقول لك حاضر، بس قبل ما اقول لك ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. بس كده يلا بينا. طبعا احنا عندنا في الصلاة التشهد الاول والتشهد الاخير. في التشهد الاول السبابة بتكون مستقيمة، ما ينفعش ان احنا نحرك السبابة في التشهد الاول. وفي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي كان بيضم الخنصر والبنصر وبيعمل دايرة كده وبيخلي السبابة مستقيمة زي ما انا معامل قدامكم دلوقتي. واحنا وبنقول التحيات بنكون بصين على السبابة، يعني عينينا بتكون هنا ما بتكونش محل السجود، عينينا تكون على السبابة، بنكون بصين هنا مش هنا. وبنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد كده هنقوم ونكمل بقية الصلاة. وفي التشهد الأخير هنقول التحيات كاملة، هنقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بس لو أنت من الناس اللي بتحرك السبابة في الصلاة أو من الناس اللي ما بتحركهاش، فصلاتكم صحيحة إن شاء الله.